السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ترحبوا بالإخوة والأخوات متابعين لنا سواء على الموقع الإلكتروني forgestion.com أو على صفحة الفيسبوك forgestion أو على شانل اليوتيوب forgestion. اليوم إن شاء الله في هذا الفيديو غنشوفوا الفرق ما بين كونتابيليتي تيوريك و كونتابيليتي براتيك سيو لوجيسيال. غنشوفوا اليوم كيفاش نخدموا في لوجيسيال، كيفاش نخدموا البراتيك، شنو الفرق ما بين التيوريك والبراتيك. نبداو على بركة الله. بالنسبة للجورنال التيوريك تسمى جورنال كلاسيك، اللي هو تيكون على هذا الشكل، أشاد مارشانديز مثلا، تيفي ريكوبيرا سور شارج و بونك، تيكون على هذا الشكل. لكن في البراتيك ما عندناش جورنال كلاسيك، عندنا لي جورنو اوكسيليير. لي جورنو اوكسيليير يعني تيكون كل جورنال بوحدو عندهم مجموعة ديال العمليات. لي جورنو اوكسيليير الاساسيين تيكونوا مثلا، تيكون عندنا جورنال ديال لي زاشا بوحدو، وعندنا جورنال ديال لي فونت حتى هو تيكون بوحدو، وجورنال دو كيس، وجورنال دو بونك، وتيكون واحد جورنال اوبيراسيون ديفيرس تيكونوا فيه لي زوبيراسيون ديفير يعني المختلفات. هادو هما الاساسيين، لكن تيمكن لينا نزيدو لي زوبيراسيون ديفير نفرعوهم، نديرو مثلا جورنال خاص بلامورتيسمون، تندوزو في غير لي زيكروتور ديال لامورتيسمون، جورنال خاص بالتيليكومينيكاسيون يعني تندوزو في الفاكتورات ديال الانترنيت وديال التليفون، وكاين جورنال مثلا ديال لي موبيليزاسيون تندوزو به يعني غير الحوايج اللي شرينا من كلاس 2 تندوزو في غير لي زيموبيليزاسيون، وجورنال ديال او الكتريسيتي تندوزو في غير الفاكتورات ديال الضو والماء. كذلك نقدروا نديرو جورنال او دي سالير يعني غندوزو في غير الريمينيراسيون دو بيرسونيل غير السالير ديال الخدامه. كذلك نقدروا نديرو او دي لواي الا كنا عندنا دي ماغازان كارينهم لعباد الله، لي لوكو كارينهم لعباد الله، عندنا شي ناس شي حوايج كارينهم للناس المغازات ولا لوكال دي زابارتمون، نقدروا نديرو لواي نديرو واحد جورنال تنديرو تندوزو فيه غير الكرا، غير لي زيكريتور ديال الكرا، غير لي زوبيراسيون ديال الكرا. كذلك البروفيزيون نقدروا نديرو جورنال خاص غير بالبروفيزيون. جورنال دي زاشا هنا شفنا، رجع معاك باش تشوف دابا شحال من جورنال عندي. عندي جورنال داشا فونت كيس بونك، هادو اساسي اللي تيكونوا. عاد جورنال ديال لوبيراسيون ديفير، هاد لوبيراسيون ديفير نقدر نجمع هادو كاملين فيه، لكن باش انا نقدر نحسن الخدمه ديالي ونفرقها ونعرف كيفاش نخدم مقاد، ندير كل جورنال بوحدو يعني ندير الدولمة بوحدو، لامورتيسمون بوحدها، لي زيموبيليزاسيون بوحدها. لكن هادو كافيين، إلا درت أشا والفونت والكاس وبونك وديفير فهما أوبيراسيون كافيين. تيبقى دابا غير الإختيار ديال الكونطابل كيفاش تيخدم. كيما شفتو معايا هنا جورنال كلاسيك، هذا هو اللي تنخدمو حنا فاش تنكونو تنقراو، تنخدمو بالأشا دو مارشونديز، تيفي ريكوبيرا سور شارج، بونك يعني هنا واحد الشراء اللي تخلص بار بونك. لكن فاش تنمشيو نخدمو في براتيك في لوجيسيال تيختلف الخدمة، تيولي عندنا خصنا نديرو لي جورنو أوكسيليير. هاد لي جورنو أوكسيليير كيفاش غادي نخدم بيهم؟ غادي نتبازا على هاد لوبيراسيون اللي هي أشا مارشانديز تيفي ريكوبيرابل أو لا بونك، يعني شرينا السلعة 200 درهم و التيفي 40 درهم و خلصناها بار شيك مثلا 240 درهم تي تي سي. غنشوفو حنا كيفاش غنخدموها في لوجيسيال. أول حاجة غنمشيو لجورنال داشا، مادام هي أشا كاين عندنا واحد الشراء، إذا غيدوز في جورنال ديز أشا. هاد الطريقة اللي غيدوز بها جورنال ديز أشا تيكون فيه دات، نيميرو دو كونت يعني دات دوبيراسيون، نيميرو دو كونت، لي بيلي دو كريتور يعني لي بيلي، ديبي كريدي، تيكون على هاد الشكل. هذا هو الجورنال تيكون في براتيك، تيكون على هاد الشكل، تيكون في لوجيسيال. كما شفنا هنا لا دات دوبيراسيون اللي هي لو 3/9/2012، تنديرو نيميرو دو كونت 61/11 ربعة الأصفار يعني كونت ديال لاشا دو مارشانديز، لي بيلي، فاكتور نيميرو 123 فورنيسور ريدا. مزيان ديبي شحال فورنيسور، شحال شرينا ديال مارشانديز 200 درهم غتكون في الديبي. لوبيراسيون الثانية يعني غندوز تي في ريكوبيراب سور شارج، تيبقى عندي ميم دات، تي في ريكوبيراب سور شارج، تي في ريكوبيراب سور شارج الكونت ديالها لي في بلون كونطابل 44 55 جوج حتى لحد هنا. حنا اي كونت تنديرو ليه 8 الارقام فاش نكونو خدامين في البراتيك في لوجيسيال. هنا خصني نكمل 8 الارقام، اش ندير؟ تنزيد صفر وهاد 20 الاخرى ديال لوطو دو تي فيا، يعني كتعدي تي فيا ب 20% غندير هنا 20، 10% غندير في الاخر 10، 14% غندير في الاخر 14. هاد جوج اصفار الاخرانيين في الكونت ديال تي في تيعنيو ليا لوطو دو تي فيا. نفس لي بيلي تبقى عندي تندير في الديبي 40، ترجع تندير
لا دات نفس لا دات وتندير الفورنيسور. الكون الفورنيسور تنعرفو حنا في بلو كونطابل 44 11، هذا فورنيسور. لكن الفورنيسور رضا اللي شريت من عنده انا مثلا هو 44 11 ثلاث الاصفار واحد، تنكودي في 44 11 ثلاث الاصفار واحد رضا واحد. غيجي شي فورنيسور اخر مثلا كريم غياخذ 44 11 ثلاث الاصفار جوج، وتنبقاو بحال هكا تنكودي فيه لي كليون نفس لي بيلي وتندير 2400. هنا اللي شفتو الفرق ما بين هاد الجورنال والجورنال الاولاني الكلاسيك، الكلاسيك كان عليا ندوز هنا بونك، لكن حنا في الجورنال براتيك عندنا جورنال ديال لا بونك بوحدو وجورنال ديال لاشا بوحدو، وتيكون كونت انترميديير بيناتهم اللي هو الكونت ديال الفورنيسور. هاد الكونت ديال الفورنيسور اللي غيتسولدا في الكونت ديال لا بونك، يعني ندوزها جورنال داشا. بالنسبه لجورنال البونك شنو غندوز فيه؟ تمشي لجورنال دو بونك وتندير لا دات اللي تخلصات فيها هاد لاشا. هاد لاشا تشارت مثلا في شهر نهار 3 في شهر 9، لكن ما تخلصات بار شيك، الشيك ما تدفع حتى نهار 5، ما داز عندي في لا بونك حتى نهار 5 في شهر 9. غنجي نهار 5 في شهر 9 نمشي لجورنال ديال لا بونك وندير كليون الفورنيسور، انا قلت الكليون الفورنيسور نفس الكونت ديال الفورنيسور كان بي 44 11 3 اصفار 1. لكن هنا شنو غندير؟ ريغلومون فاكتور نيميرو 123 فورنيسور رضا شيك نيميرو، تندير نيميرو تشيك كما تشوفوا هنا. هنا فاش تنشري تندير غير فاكتور نيميرو، هنا فاش تنخلص ندير ريغلومون ار او جي، يعني ريغلومون باش نسولد الكونت فورنيسور كان في الكريدي في لاشا جورنال داشا جورنال دو بونك غيولي ها هو عندي في الديبي 240. باش خلصت 240 بالكونت ديال البونك نفس لا دات، ندوز الكونت ديال البنك اللي هو 51 41 أربعة الأصفار نفس لي بيلي وتيكون في الكريدي. إذا هاد الكونت هادا ديال فورنيسور تسولدا، ها هو هنا كان في الكريدي دابا هنا في الديبي باش يتسولدا وتيولي هنا الفورنيسور انترميديير وسيط. إذا أي أشا كيف ما كانت نوعها واخا تخلص ديك النهار خاصها تدوز في جورنال ديال لاشا بالفورنيسور، يعني دوز ككريدي وعاد تسولدا في جورنال ديال لابونك. هادي بالنسبة لاشا. بالنسبة لنفس لوبيراسيون ديالنا الا كانت مع الفونت نديرو في جورنال كلاسيك هاكا تدوز، يعني كانت الفونت مثلا فونت مارشانديز 200 درهم تي في فاكتوري 40 درهم والبنك 240 درهم، هذا جورنال كلاسيك. شفنا معاكم في الاول الحالة ديال لاشا ودابا الحالة ديال الفونت. بالنسبة لجورنال فونت غنمشي لجورنال فونت، من بقينا الفونت ندوزها في جورنال فونت، غنمشي ندوز جورنال فونت لا دات وندوز لو كونت 71 11 اللي هو الكونت ديال الفونت مارشانديز، وهنا فاكتور نيميرو اللي كاين عندي في لي بيلي 123 كليون كريم، وندير 200 درهم في الكريدي. طبعا الكونت ديال الفونت يكون في الكريدي نفس لا دات تبقى عندي. تندوز تي في فاكتوري 44 55، طبعا خصني ندير 4 اصفار باش نكمل 8 الارقام في الكونت. حنا هضرنا على الكونت يكون فيه 8 الارقام في البراتيك، جوج اصفار و20 الاخرى ديالها ديال التي في اللي بعنا بها، وندير لنا فاكتور نيميرو نفس لي بيلي وندير 40 درهم في الكريدي. طبعا تي في فاكتور تكون في الكريدي، ونجي للديبي وندير الكليون 44 31 21، يعني الكونت ديال الكليون، وتنكودي فيه 3 الاصفار 1 يعني لي كليون كريم، 3 الاصفار 2 كليون حسن، وتبقى غادي بحال كل كليون تعطيه لو كود ديالو 34 21 كونت كليون، وتنرفقو بواحد ولا جوج ولا ثلاثه على حسب الكليون اللي عندي. كل واحد تيكون عنده كليون كونت ديفيرون على الاخر. تندير تي تي سي في الدي بي 240، دابا دوزنا فونت مارشانديز تي في فاكتوري في الكريدي وفي الدي بي 240 كونت ديال الكليون. غنمشيو نسولديو هاد الكليون في لا بونك جورنال دو بونك، نمشيو الكليون خلصنا نهار 5 في شهر 9، غندوزو الكونت ديال الكليون اللي هو كريم. هنا غنديرو اونكيسي حيت خلصنا ماشي ريغلي، ريغلي بالنسبة للفورنيسور، بالنسبة للكليون تنديرو اونكيسي شيك نيميرو ونديرو الفاكتور نيميرو 123 كليون كريم ويكون في الكريدي. خصو تسولدا مادام هو في الفونت الكونت ديال الكليون كان في الدي بي، فاش غيتريغلا في الكونت في البنك يولي في الكريدي في الكريدي. ونجي ندير الكونت ديال البنك 51 41 نفس لا دات نفس لي بيلي يكون في الديبي الفلوس دخلوا. الا لاحظتوا هذا الكونت يتسولد، اذا باش هنا خصنا نعرف
انا الكونت ديال الكليون والكونت ديال الفورنيسور تيتسولداو اون كا تيتسولداو امتى اون كا دو ريغلومون وقت نخلصوا الفورنيسور ولا تيخلصنا الكليون تيتسولداو لي كونت ديالهم مزيان دابا غنشوفوا لونغيستغمون دي بون يعني البونات فاش نشرب شي بون طبعا البون عارفينو انه ما تيكونش فيه تي فيا تيكون اوغ تاكس كيفاش البون تيتخلص اسبيس تيكون فيه اوغ تاكس ومتيتخلص بالشيك تيتخلص اسبيس كيفاش غنديرو ندوزو واش غندوزو بحال لاشا عاديه غيدوز في جورنال داشا وعاد خصو يتسولدا في جورنال دلاكيس ولا غيدوز في جورنال دلاكيس ديريكت اذا غيدوز هو في جورنال دلاكيس ديريكت حيت ما فيهش تي فيا اكزومبل Le 4-9-2013, achat de fourniture de bureau en espèces, 400 dirhams, bon numéro 12, papeterie, Najah. Et le papeterie, le fournisseur, le fournisseur Najah, chez une fourniture de bureau. Et les silhouettes, le rack, le chicam, le fournisseur scolaire. Mzien, qui va faire 12 heures de l'opération? T'as 12 la caisse directement. Et bon, tu douches direct la caisse. Bon, tu douches flasha ou à dit soldat la caisse. Bon. بون تيتخلص اسبيس وما فيش تي فيا تيدوز في لاكاس ديريكت اون كاداشا جورنال دكاس غندوز لا دات 5/9/2012 لا دات اللي شرينا به فورنيتور دو بيرو وغندوز الكونت ديال فورنيتور دو بيرو اللي هو 61/24 نكمل بثلاث اصفار باش يوليو عندي 800 الارقام وندير ريغلومون بون نيميرو 12 فورنيسور النجاح 400 درهم في الديبي وديريكتومون غندير في الكريدي الكونتر بارتي هي لاكاس ديريكت تيدوز في لاكاس حيت ما كاينش فيه تي فيا الا كانت فيه تي فيا خصو يدوز في لاشا عادي تسولد في لاكاس ولا لا بونك لكن مادام ما فيهش تي فيا اوغ تاكس ومخلص اسبيس غيدوز ديريكت في لاكاس 61/24/4 اللي هو اشا فورنيتور دو بيرو في الديبي 400 درهم مع لاكاس 51/61 في الكريدي 400 درهم هادي في الحاله ديالاش اون كا داشا الحالة ديال الشراء نشوفوا الحالة ديال الفونت اون كاد فونت بحال دابا حنا اللي بعنا ماشي حنا اللي شرينا بعنا لشي حد اذا نبيعوا ليه فونت مارشانديز اون كاس مون بون نيميرو 12 كليون نجاح في الكريدي ويكون لو 5/9/2012 يكون 51/61 ريغلومون بون نيميرو 12 كليون نجاح 400 درهم اذا غتكون في الدي بي فونت مارشانديز وغتكون في الكريدي لا كاس وبهذه الطريقه نعرفوا كيفاش ندوزناه اون كاد لاشا اون كاد فونت كما شفنا لا بونك تدوز لا كاس تدوز في الكريدي والفونت تيولي في الدي بي تيدوز ديريكتومون في لا كاس يعني اون كاد فونت غندوزو ديريكتومون ريغلومون في لا كاس اون كاد لاشا تاهي غندوزو ديريكتومون La caisse, c'est un compte de charge, mal compte de trésorerie, de la caisse. Ou le vente, c'est un compte de vente, compte de produit, mal compte de trésorerie, la caisse. A dit, il est chez Lina, 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 il est le bon, il est chez Lina, TVA, il est réglé en espèces, il est chez espèces. Les versements entre la banque et la caisse. Il est zine le flou sur la banque, il est dans la caisse. Ou il est zine la caisse sur la banque, il est zine le flou sur la banque, il est dans في لاكاس يعني ليمونطاسيون دكاس بار بونك ولا لا بونك بار كاس العكس اكزومبل لو 5/9/2012 ليمونطاسيون كاس بار بونك 400 درهم يعني زينا الفلوس من لا بونك وحطيناهم في لاكاس في هذه الحاله عندي دو كونت كونت دو بونك اي كونت دكاس دو جورنو جورنال دو لا بونك بوحدو خصو يدوزو فيه لي زيكريتور ديالو وجورنال دكاس بوحدو حتى هو خصو يدوزو فيه لي زيكريتور ديالو الكونت اللي غنخدم به في هذه الحاله هو الكونت Virement de fonds 51/15 هذا الكونت فيرمون دو فون شنو الدور ديالو هذا هو الكونت الوسيط ما بين لاكاس و لا بونك لانترميديير انت جورنال دو لاكاس اي جورنال دو بونك هذا هو اللي تيهز فلوس من لاكاس وحطهم في لا بونك وكذلك تيهز فلوس من لا بونك وحطهم في لاكاس تسمى كونت فيرمون دو فون هذا الكونت ما تيكونش في التيوريك حنا في التيوريك كما تنعرفوا تنديرو كاس في الديبي بونك في الكريدي لكن فاش نجيو للبراتيك عندنا جورنال ديال لاكاس بوحدو وجورنال ديال لا بونك بوحدو اذا خصنا واحد الكونت اللي يكون وسيط بيناتهم هو الكونت فيرمون دو فون جورنال كاس اليمونطاسيون كاس بار بونك يعني فلوس دخلوا لاكاس وخرجوا من لا بونك لا دات لو 5/9
الكونت فيرمون دو فون تيدوز هو الاول 51 15 اربعه الاصفار باش ندير 8 ديال الارقام في الكونت. اليمونطاسيون لي بيلي اليمونطاسيون كاس بار بونك ويدوز هو في الكريدي 400 درهم في الكريدي مع الكونت ديال لاكاس يكون في الديبي حيت الفلوس دخلوها دخلوها دخلوا لاكاس مادام الفلوس دخلوا لاكاس اذا لاكاس تكون في الديبي في الكريتور ديالها غتكون في الديبي اذا فيرمون دو فون في الكريدي ولاكاس في الديبي. هذا بالنسبه للجورنال ديال لاكاس اللي دخلوا ليه فلوس نمشيو لا بونك اللي يخرجوا منه الفلوس جورنال دو بونك جورنال دو بونك غتكون كونت في نفس لا دات كونت فيرمون دو فون اليمونطاسيون كاس بار بونك نفس لي بيلي الكونت فيرمون دو فون هنا غيكون في الديبي باش الكونت ديال لا بونك كما تشوفوا 51 41 تيكون في الكريدي اذا هنا لا بونك خرجوا منها الفلوس لوجيكمون غيكون المونطون في الكريدي. الى جينا نشوفوا هذا الكونت فيرمون دو فون هو كاين في لاكاس غيكون في الكريدي وفي لا بونك في الديبي اذا متسولدا غيوقع عليه موفمون تسولداج وهذا هو الكونت الوحيد اللي خصنا والا بدا يكون مسولدي يعني هاد الكونت عمرو ما خصو يكون عندي سولد ديبيتور ولا سولد كريديتور ديما خصو يكون كونت سولدي ما فيه حتى شي حاجه حيت هاد الكونت هذا غير تيخدم كوم انترميديير ما بين لاكاس ولا بونك تيهز فلوس من لاكاس يحطهم في لا بونك او تيهز فلوس من لا بونك يحطهم في لاكاس ديما هو تيكون الفلوس اللي دخلوا لاكاس هو غيكون في الكريدي ولاكاس في الديبي الفلوس اللي خرجوا من لاكاس هو غيكون في الديبي ولاكاس تكون في الكريدي. في هذه الحاله هذه حنا عندنا الفلوس فين دخلوا دخلوا لاكاس ها هي لاكاس في الديبي الكونت ديالها في الديبي والكونت فيرمون دو فون في الكريدي ومنين خرجوا الفلوس من لا بونك ها لا بونك في الكريدي والكونت فيرمون دو فون في الديبي. بهذا الشكل هذا غنكونوا قد شرحنا المراحل اللي تيدوز منهم ليزيكريتور ديال البراتيك والفرق ما بين التيوريك وما بين البراتيك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.